تعرض علاء الشاذلي للاعن في من قبل ضيف في استوديو عندي منقلك على قناة التاسعة، والحلقة تعرض يوم الجمعة، وقد نشر لقطات في حسابه على الانستغرام. وليست أول مرة يظهر علاء الشاذلي في مثل هذه الأشياء التي عبر عليها قصة علاء الشاذلي. قص. لا تنسوا الاشتراك في القناة. عندي منقلك مع علاء الشاذلي كل نهار جمعة التسعة آخر بوعة متاع الليل على التاسعة. وهي عندها حق لبراتور مدام هاربة، هي قطي هاربة ولا شو؟ هي هاربة ما قلناش ليه، وقلت لك أنا سمعي اللي تعمل فيه. شو أنا كي قلت لك أنا معناتها توا معناتها نحب نروح بها. صحيح هي غلطة مني أنا. إيش تحكي بجدك؟ تعي خرجوا لي خرجوا تاني نحكي معك في حكايتي بالرسمي. إيش تحكي حكايتك؟ شكون عملوا كاستين كذا؟ شكون عملوا كاستين؟ علي عاد سيبوا الهبه دي يا سعد. شتو يا علي شتو يا